الله يرحمها ويوسع عليها، يعني فنانة كبيرة، فنانة بتاريخ حافل فني، كان عندها يعني حضور كبير في الساحة الفنية المغربية، يعني في جميع المستويات ديال الفن الدرامي والسينما التلفزيون المسرح، وايضا كان لها يعني علاقات طيبه مع الفنانين، وكان لها حضور متعلق رحمه الله واسكنها فسيح جناته. برحيل الفنانه القديره استاذه فاطمه الركراكي رحمه الله عليها، نكون كمغاربه وكعرب فقدنا رمزا من رموز الدراما العربيه عموما والمغربيه على وجه الخصوص بمختلف تشكيلاتها والوانها، اذاعه، تلفزيون، سينما وخشبات مسارح. السيدة فاطمة الركراكي واحدة من السيدات اللواتي بادرن مبكرا منذ أكثر من نصف قرن إلى ولوج عالم الدراما بكل حب وبكل تفان في أداء هذه المهنة، وقد ارتبط اسمها بعشرات الأعمال الخالدة في ريبرتوار المسرح المغربي، من أهمها مشاركتها على مدار أكثر من 10 سنوات في عشرات المسرحيات للفرقة الرائدة فرقة المعمورة من 1964 إلى 1974، ثم انخراطها في المسرح الإذاعي، فمشاركتها القيمة والوازنة في العديد من المسلسلات والسلسلات والتمثيليات والأفلام التلفزيونية ومشاركات سينمائية. فاطمة الركراكي فوق كل هذا ستبقى تلك المرأة الحنون الخدوم الكريمة العفيفة ذات عزة النفس، والتي قد يؤسفنا أن نسمح لأي كان بأن يتجسر على حرمتها في مثل هذه الظروف ولو بأي إشارة كانت. فالسيدة أيقونة من أيقونات الفن في هذا الوطن، عاشت كريمة ولا بد أن تلقى ربها مطمئنة النفس، كريمة عزيزة بإذنه تعالى، لها الرحمة ولها الجنة.